اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. ايه ده الله، دي لعبه جديده اسمها ماكسي ميكسر، شكلها جامد جدا جدا جدا. واو، هنفتحها بقى النهارده ونتفرج عليها. ممكن نلعب بقى بيها احنا واصحابنا في البيت وفي المطبخ، هنقدر ان احنا نخلط بحاجات كتيره جدا. الله، بصوا فيها 3 لعيبه كده، من 2 من سن 5 سنين وفوق بتاخد 10 دقايق، ومن 2 لـ4 لعيبه. ايه ده الله، لازم يكون سننا فوق الـ5 سنين. هنا بصوا في ولدين وبنت بعدين بيلعبوها وبيجربوا بقى الخلاط الفظيع قوي ده، بيخلطوا الحاجات دي مع بعض. ايه ده الله، بصوا في طماطم وموز وبرتقال وحاجات شكلها جامد جدا. تعالوا بقى نفتح الخلاط الفظيع ده، اسمه ماكسي ميكسر، ونخلط بقى الحاجات دي فيه مع بعض، ونشوف بقى يا ترى ايه اللي هيطلع في الاخر بعد اللعبة الفظيعة اللي احنا بنتفرج عليها دي. اوكي، مستعدين؟ بصوا الخلاط اهو بيخلط الموز، ممكن نحط معاه التفاح، والتفاح مع الموز هنا، والموز مع الموز، والايه والبرتقال. واو، هنفتحها بقى كده. اوكي، ونشوف بقى ترى هنعمل ايه. بصوا الفاكهة كلها شكلها بتجري كده، مضحكة قوي. اللعبة دي بتاخد مني 10 دقايق عشان نقدر ان احنا نخلصها. اهو فتحناها بقى كده. واو، بصوا الخلاط عنده حول شكله جامد قوي. وكده بقى بنشغلها، بصوا بتقعد تلف بقى كتير، بصوا بتشتغل بمنتهى السهولة. اوكي، طلعت بقية الحاجات. اهي نحط بقى الايد دي كده. هنحط بقى الايد دي، نحط الفاكهة دي كده. اوكي، ايه ده الله، التفاح مع التفاح، والموز مع الموز، وبرتقال مع البرتقال. بصوا في عنب، الله في فاكهة كتير قوي، وستروبري وعنب تاني. واو، هنا بقى بيقولي ان احنا نحط الحاجات مع بعض في الخلاط عشان نقدر ان احنا نخلطهم كويس. اوكي، كل واحد بقى لعيب بياخد الايه الخضار الفاكهه بتاعته، بعد كده بقى بيحط الحاجات لازم تكون ماتشنج مع بعض، واللي يحط بقى الحاجات ماتشنج مع بعض اسرع وقت يكون هو ده اللي كسبان. الله، شفتوا بقى لعبه حلوه ازاي وسهله جدا وبسيطه قوي. تعالوا الخلاط بقى لازم ان احنا بنحط فيه البطاريات. اوكي، الاول بس نركب الايدين دي بتاعته، هي ايد بقى فيها موزة كده. الله، وهنا ايد تانية فيها تفاحة. واو، شكلهم جامد اوي. اوكي كده بقى احنا ظبطنا الخلاط، بصوا هو كده بقى شغال، بس طبعا لسه محطناش حاجة فيه من جوه، وكده بيعصر وبيلف. اهو الفاكهة هنا اهي معايا، بصوا بقى عليها شكل بولت ايس كريم ازاي. الله، كل واحد بياخد الكارت من غير ما بيشوف. اهم بنوزع بقى الكروت. اوكي، نبتدي بقى نلعب. واو، بصوا فردتهم اهو. هنحط بقى هنا اخر واحد اكل مثلا برتقال، يبقى ممكن احنا نحط برتقال او عنب. اوكي، واو، طيب كده بقى فاضل لي ايه؟ كده انا ايه، طلعت كل حاجه. ماشي، تعالوا بقى نجرب ان احنا نشغلها. بص بقى شغاله ازاي. الله، نحطها بقى كده.
بص بقى الله، عمالين بقى بيخلط الحاجات في الايه، في الخلاط جوه. دي فكرتها فعلا لذيذة وسهلة قوي. شفت عمال بقى بيلف وبيخلط الحاجة ازاي؟ واو. فكرتها فعلا حلوة. لو مالناش فاكهة بقى زي اللي جوه، نضطر ان احنا نقعد نسحب ورق من على الأرض لحد ما نلاقي فاكهة زي اللي جوه عشان يكون طعم الشيك حلو. واو بصوا، حطيتهم كلهم، الخلاط بقى جايب اخره، ونخلط بقى كل الفاكهة دي مع بعض. الله، انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبة الفظيعة دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيها، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.